كده كانوا وصلوا ل 130 كل نهار كشموش. هنا كنقوم بهذه الحمله اللي هي في اطار كوفيد 19 الحاله اللي وصل لها الوبائيه ديال الانتشار، والمواطن ما خايش بعين الاعتبار الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. حنا كنحاولوا نحسوا المواطنين على اهميه وضع الكمامه، والناس اللي ما واضعينهاش كنحاولوا نعطيهم الكمامات ديالهم، والناس اللي دايرينها كنحاولوا نشرحوا لهم الاهميه ديالها وطريقه الاستعمال ديالها والحدود ديالها. ثاني حاجه كنشرحوا لهم اهميه الخطوره ديال الوباء، لان باش الانسان تيقول لك انا صحيح او كنقوم بالرياضه او كنقوم باحتياطات ديالي وهو غيعرف راسو انه يقدر يدخل الوباء للدار ديالهم، ويقدر يكون سبب في الوفاه او تخريب ديال العائله، الاب ولا الام ولا اي انسان عنده المناعه ضعيفه. ثاني حاجه كنهضروا على الاحتياطات الاحترازيه، الانسان الا خرج انه ما خصو يخرج الا للضروره، والا خرج خصو يحافظ على ديك مسافه الامان اللي تكون ما بينه وبين اي شخص اخر، لان ما بقيتيش كتثق في اي شخص، خص في اي واحد يقدر يكون حامل الوباء. هذه النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه اللي كنهضروا على ان الانسان ما يخرج الا للضروره، والثالث حاجه اللي هي كانها مهمه هذه هضرنا على النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان الانسان ما يسلمش واي عمل يقوم به، يعني يمشي يشري صرد البال، هذوك الفلوس يقدر يكون فيهم الوباء. اي امتعه اقتناها يقدر يكون خصو ياخذ على الاحتياطات باش يعقمها. او ثاني حاجه خاصه هو يكون عنده واحد استمراريه في تنظيف اليدين، على الاقل ما لقيناش الماء والصابون كافي ندخل لداري نغسل يديا بشكل مستمر، ننظف الحذاء ديالي من تحت بشكل مستمر باش ما نكونش انا سبب في انتقال العدوى لداخل البيت ديالنا. وحنا المتطوعين ديال الهلال الاحمر اللي خارجين دابا من اجل يعني ايصال هذه المعلومات لجميع المواطنين باش نطلبوا الله هذا الوباء يترفع عنا، ولكن هذا الوباء ما يترفع او ما يتحد الا بالسلوكات ديالنا. لاجل من المفروض حاليا نستوعبوا هذه يعني السلوكات ديال الاحتياط والسلامه والوقايه. ثاني نهار خصنا في الاخر ندخلوا، ما تنعرفوش مع من كنهضروا، وما كنعرفوش على من كنسلموا على بزاف او كنهضروا على بزاف. نهضروا حنا مصابين بالمرض فينا، ولكن ما يظهرش علينا. وكيفاش ندخل نسلم على ديك المويه ولا على ديك الاب غنادير؟ تحرى الدم تلتحق بيننا، الله يرحم لكم الوالدين، خاصنا كاين خاصة الدم.